السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكون دائما بالخير والعافية. اليوم إن شاء الله بحول الله سوف نتحدث عن القوانين الجديدة التي تم وضعها من طرف اليوتيوب وشركة أدسنس للقنوات الخاصة بالأطفال. طبعا هذا القانون الجديد العديد من اليوتيوبرز قاموا بالتحدث عنه ولكن لم يتطرقوا إلى القوانين. قالوا سوف ينزل هذا القانون ولكن كيف ولماذا وهو إلى آخره، ليس هناك أي حقيقة حول ذلك. ولكن في قناة هشام هاشم بعدما تريطنا من أجل البحث على القوانين من يوم الذي تم صدر فيه هذا الخبر، وبدأت أبحث حتى وصلت إلى القوانين الأصلية والتي تم تنزيلها البارحة اللي هو شهر 9/2019 يوم 7. ولهذا اليوم إن شاء الله بحول الله سوف أذكر لكم القوانين الصريمة التي تم تنزيلها من طرف اليوتيوب على القنوات التي تربح من القنوات الخاصة بالأطفال. أولا، يجب أن يعلم أي شخص يرغب في إنشاء قناة خاصة بالأطفال أو ألعاب الأطفال أو أي شيء يستهدف القاصرين الذين يعني أقل من 13 أو 14، المهم قاصر، أي قاصر كنت تستهدفه، يجب عليك أن تعلم أن اليوتيوب تقوم بمراقبة شديدة جدا، لا في المراجعة أو بعد المراجعة. يعني أي فيديو يجب عليك تنزله يجب أن تراعي ما سوف نذكر لك في هذه القناة المتواضعة. والذي يجب أن تعلم أخي الكريم أن هناك أزيد من 7 مليون من القنوات تم حذفها من طرف اليوتيوب لأنها تسيء للأطفال. أيضا يوجد أزيد من 800 ألف فيديو تم حذفه من طرف اليوتيوب، وفي كل أسبوع كما ذكرت اليوتيوب في مصدرها أنها تقوم في كل أسبوع بحذف عدد كبير جدا من القنوات. وهناك العديد من الأسباب التي جعلت من اليوتيوب أن تحرص على حماية الأطفال من طرف أيضا من القلوب المريضة، يعني الذين يحبون الأطفال إلى آخره، الله المستعان، وأيضا من طرف الآباء الذين يشتكون من القنوات التي لا سلوك من فيها أو حتى الإعلانات التي تظهر فيها، وحتى قضية يعني تقديم الفيديوهات الخاصة بالأطفال كلها فيها مخاطر، كلها عنفية قتالية. فالآباء أيضا قاموا بالإبلاغ عن هذا الأمر، ولهذا اليوتيوب من بين هذه الأمور التي ذكرت لكم اليوتيوب قامت ب وضع واحد قانون صارم حول هذه القنوات. أول عملية يتم تطبيقها في القنوات وهي توقيف التعليقات، وهذه القضية ديال توقيف التعليقات قد تم توقيفها سابقا، وسبب ذلك لأن العديد من الأشخاص عندهم مرض نفسي حول الأطفال، فهؤلاء يكتبون تعليقات غير لائقة من جهة الأطفال. لهذا اليوتيوب قامت بحظر أو توقيف التعليقات في القنوات الخاصة بالأطفال لتجنب هذه التعليقات المسيئة، وهذه ضربة قوية للقنوات. لماذا؟ لأن التعليقات لها دور كبير جدا في تفاعل الفيديوهات، ولهذا اليوتيوب تتأسف حول ذلك. الأمر الثاني أن معظم الفيديوهات لن تصل إلى المتابعين الخاصين بك، يعني لن يتحرك شيء اسمه الإشعارات، يعني لن يصل فيديوهات إلى المتابعين. وهل سوف يتم توقيفها بصفة كاملة أو بعض الفيديوهات لن تصل؟ الله تعالى أعلم، ولكن قضية الإشعارات لن تصل للمتابعين. الشيء الثالث وهي قضية الإعلانات. العديد منكم يتحدث مع نفسه هل سوف يتم توقيف الإعلانات أو لن يتم توقيف الإعلانات. الإعلانات كما ذكرنا لكم في صفحتنا الفيسبوك لن يتم توقيف هذه الإعلانات بصفة كاملة، ولكن سوف يتم توقيف الاهتمامات الخاصة بالمعلنين والمشاهدين. كيف ذلك؟ بمعنى أنا مثلا إذا كنت أبحث في محرك البحث عن مثلا عن تربية الأطفال أو الملابس الأطفال أو شيء من هذا القبيل، هذا فكن على يقين عندما تدخل إلى قناة الأطفال أو أي قناة
تظهر فيديوهات خاصة بالأطفال، فأنا أكون مستهدف إذا نقرت على هذا الإعلان، وصاحب القناة سوف تكون عنده نقرة مرتفعة وصاحب القناة سوف يكسب مبالغ. ولكن الآن اليوتيوب قالت أي شخص سوف يدخل إلى قنوات الأطفال لن يتم البحث عن معلومات الخاصة به، يعني ما يسمى بالكوكيز، تحركاتك، عن أي شيء تبحث لن يظهر. لهذا سوف تجد دائما في القنوات الخاصة بالأطفال، ويمكنك الآن الدخول إلى قناة الأطفال، سوف تجد فيديوهات أو إعلانات خاصة بالموسيقى أو السيارات أو شيء من هذا القبيل دون ظهور الإعلانات الخاصة بالأطفال، لأن الكوكيز أو المحركات البحث لا تهتم بما يعني تبحث عنه أنت، وخاصة إذا كنت في القنوات الخاصة في الأطفال، وهذا يضر في الأرباح الخاصة بقنوات الأطفال. الشيء الرابع ولكن غير واضح 100%، ولكن هذا ما سوف يحدث، أن القنوات أي شخص سوف يقوم بإنشائها أو يقوم بإنشاء قناة اليوتيوب خاصة بالأطفال سوف تكون هناك مراجعة حول هذه القضية، يعني أي شخص سوف يقوم بإنشاء قناة سوف تكون هناك إجراءات، ربما تقديم ورقة أو قانون أو شيء من هذا القبيل أو منتشر، يعني تحدث معك أو شيء صارم حول ذلك، يعني ليس أي شخص سوف يقوم بإنشاء قناة الأطفال وسوف يتم مراجعته والموافقة، لا، سوف تكون هناك إجراءات ثم بعد ذلك سوف يتم الموافقة، ولا نعلم نوع هذه الإجراءات لأنه لم يتحدثوا عنها بعد. الشيء الآخر أن اليوتيوب قدمت لنا تطبيق يسمى بيوتيوب كيدز أو شانيل خاصة بكيدز أو شانيل خاصة بالأطفال، يعني قناة خاصة بالأطفال لا توجد بها إعلانات، لا توجد بها سلوكيات غير لائقة، قناة تعليمية ترفيهية خاصة بالأطفال سواء ضحك إلى آخره، ولكن لا يوجد بها أي شيء فيه مخاطر ولو فيه حس للمخاطر لكي تحمي الأطفال من المشاكل. لهذا هي قالت لكم أنا قد وفرت لكم، وتبقى أنت كأب مسؤول على ابنك، يا إما أن تقوم بنقله إلى اليوتيوب كيدز أو تتركه في قناة اليوتيوب ويتعرض للعديد من أنواع عدم الأخلاقيات إلى آخره. طبعا هذا القانون سوف يبدأ بعد أربعة أشهر، يعني قالوا في أربعة أشهر أو حوالي أربعة أشهر سوف يتم تطبيق هذا القانون، يعني في 2020 السلام عليكم، يعني أي شخص عنده قناة حول الأطفال يحاول ما أمكن أن يراجع الأمر، يعني إما أن يربح بالإعلانات الغير مستهدفة أو يقوم بعمل يعني ترويج لمنتجات لشركات أو يشرح شركات أو شيء من هذا القبيل، يعني القنوات من اليوم إلى أربعة أشهر حاول ما أمكن أن تقوم بإصلاح القناة الخاصة بك وفكر ما يجب عليك فعله إلى ذلك اليوم، وسوف يتم تطبيق هذه القوانين. الشيء الآخر الذي يجب أن تنتبه إليه، إذا كانت لديك قناة أو حساب في اليوتيوب وكانت في الإعدادات في تاريخها في 2006، يعني حاليا الآن لأننا في 2019، يعني أنت أقل من 13 سنة، إذا كنت عمرك 13 سنة أو أقل من 13 سنة سوف يتم حظر هذه القناة، يعني إذا تم حظرها وأنت في هذا السن يعني 13 سنة سوف يتم استبعادك من اليوتيوب، وطبعا يجب عليك أن تدخل بقناة عمرها أكبر، يعني خاصة بالأب ديال أو خاصة بالمهم ولي الأمر لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية الخاصة بك. أيضا بالنسبة البث المباشر، البث المباشر إذا كان هناك طفل، هناك العديد من القنوات حول يعني يتحدث فيها الأطفال يأكلون يلعبون شيء من هذه القبيل هذا وهما أقل من 13 سنة، فهنا يجب أو القانون الذي وضعته اليوتيوب أن يكون حاضر معه شخص في البث، يعني يكون أمامه شخص بالغ ليس شخص صغير، يعني يكون بالغ أمامه، ثم هنا اليوتيوب سوف تسمح بذلك البث المباشر لهذا الطفل. بالنسبة للقنوات الخاصة بالأطفال يجب أن لا تكون هذه القنوات تتحدث عن العنف، لا تكون في أماكن خطيرة، لا تتحدث عن أمور خاصة بالمغامرات، لا يغامر الطفل، لا تقوم بتخويف الطفل، لا يجب أن يكون الطفل يبكي مثل هذه الأمور أو يكون أمام سكة أو يغامر بأشياء أخرى، يعني أمور خطيرة أو لا سلوكية مثل مثلا ما نشاهد في القنوات الخاصة بالصينيين يضعون أشياء في خلف ظهورهم، يعني لا حياء في الدين، يعني الأمور هذه خطيرة جدا، يعني لا يربون في الأطفال حتى الحياء، هذه الأمور هذه سوف يتم توقيفها، يا إما تقوم بوضع قناة سليمة
نقية يعني تستهدف الأطفال فقط والأمور جيدة أو يعتزل هذا المجال. وهذه هي القوانين التي سوف يتم تطبيقها من اليوم إلى يعني حتى في 2020 يعني 14 يعني سوف يتم تطبيقها. وهذا ما نستطيع أن نقدم لكم من خبر الرسمي من طرف اليوتيوب والذي كنا ننتظره إلى أن تم تنزيله البارحة. ونتمنى التوفيق للجميع، وأعتذر طبعا على الإطالة لأن الموضوع لا بد من إطالة فيه لأنه موضوع حساس، وأي شخص يريد أن يربح أو يكسب المال من اليوتيوب فيجب عليه أن يحترم نفسه. وأيضا هناك يعني أمور خطيرة جدا، ليس خطيرة ولكن صارمة جدا على عامة القنوات، لأن الأمر يحتاج إلى يعني المراقبة قبل أن تبدأ القناة. وأعتقد سوف أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.